مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة موجودة في كندا في التسوق، اللي هي ترجيع البضاعة. إذا ما عجبتك البضاعة أو البضاعة فيها مشكلة ممكن ترجعها. اليوم احنا رايحين على كوسكو. طبعا مش كل المحلات في كندا بتسوي هالشغلة. بدنا نرجع هدول السموك ديتكترز، شريناهم ولقيناهم في مكان تاني أرخص، فراح نروح نرجعهم. عادة إذا ما عجبك البرودكت أو لقيته أرخص، وإذا موجود بنفس الباكج، كوسكو ما عنده هاي المشكلة حتى لو إنه ما في باكج. طبعا عادة لازم يكون معك الريسيت أو الفاتورة اللي شريت فيها، والبضاعة نفسها الأفضل تكون بالبوكس تبعها. خلينا ندخل نورجيكم الاكسبيرينس تبعنا وشو راح تشوفوا. السموك ديتكتر بدنا نرجعهم، رجعنا البضاعة سكسسفول ورجعوا لنا $288 باك. ف جود جوب.